رسالة النبي في أول 3 سنين. طب إيه رد فعل قريش؟ قريش الحقيقة كانت متلخبطة في الأول، يعني رسالة جديدة عليها، فلسه فالأول في ناس منهم قالوا يعني إيه يعني لما محمد قال دعوة جديدة؟ ما في ناس كتير قبله قالت دعوات جديدة، دعوة يعني التوحيد لسيدنا إبراهيم، دعوة إبراهيم، يعني مفيش مشكلة. فرد عليهم ناس ثانيين قالوا لا بس ده بقى مؤمن معاه دلوقتي 30 و40 واحد. فرد عليهم ايه يعني 30 و40 واحد في الجزيرة العربية كلها؟ قال لهم لا بس ده محمد مش جاي يقول كلام عادي، ده جاي بيقول نظام اجتماعي مختلف، وجاي بيقول نظام ديني مختلف، ده جاي يغير نظامنا الاجتماعي ونظامنا الديني. هي ايه المشكلة قريش يا جماعة عشان تبقوا فاهمين؟ قريش حط فوق الكعبة 360 صنم، كل صنم رمز القبيلة من القبائل. القبائل بتيجي مكة تحج، واخدة حاجات من حج سيدنا إبراهيم ومغيرين، وإيه ويطوفوا حوالين الكعبة، وكل قبيلة فرحانة أن الصنم بتاعها موجود فوق الكعبة. ده النظام الديني. مقابل كده في إيه؟ في عهود تجارية، عقود تجارية بين قريش وبين القبيلة دي، فمشبكين النظام الاقتصادي في النظام الديني. فبقت أن 360 صنم مش مجرد 360 صنم، ده وراها عقود تجارية، وراها مصالح تجارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي بيقول لهم إله واحد، يبقى 360 صنم يقعوا، يبقى العهود التجارية والعقود تقع. فهمتوا مشكلة قريش فين؟ مشكلة قريش في المصالح، مصلحتها والفكر اللي بيقوله النبي مش هيمشي، ده هيبوظ لنا مصالحنا. أقول لك حاجة في الحياة مهمة قوي، اوعى تحط مصلحتك في كفة والخير للناس والبلدك في كفة وتختار مصلحتك الشخصية. قريش عملت كده، مصلحتي فين وفي الناحية التانية؟ طب الصح والخير واللي يتعمل لخير الناس وخير بلدي، اوعى تعمل الحكاية دي، اوعى تفضل مصلحتك الشخصية، ما تعملش نفس الغلطة دي. عرفتوا ليه قريش ايه مشكلة قريش مع النبي؟ مشكلة قريش مع النبي في الحكاية دي مسألة مصالح. طيب بس قريش عندها حوار تاني، ايه الحوار التاني غير الحوار الاقتصادي والمصالح؟ عندها حوار ديني، بدأوا يكلموا مع بعض يتسألوا، طب هو فعلا إله واحد؟ طب هو في جنة ونار؟ طب هو محمد في فكرة يوم القيامة والبعث والحساب معاه حق؟ حوار ديني. فبعض الصحابة عايزين يقول لهم بقى انتوا ازاي مش فاهمين، فينزل القرآن لا خليهم يفكروا ويسألوا، السؤال مهم للوصول إلى الإجابة. وتنزل صورة بنحفظها لأولادنا الصغيرين وعمرنا ما فكرنا فيها، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. كلا هنا مش معناهم قول لهم ما يسألوش، لا، كلا السؤال سيؤدي ان هم يعرفوا. كأنه ربنا عايز يقول لنا إيه؟ السؤال قيمة إسلامية. ليه يا جماعة بنمنع الشباب الصغير إن هو يسأل؟ ليه أطفالنا الصغيرين لما يسألوا أسئلة عن ربنا عيب يا ولد اسكت؟ إذا كان ربنا منزل صورة في القرآن، التساؤل مهم، التساؤل بداية التفكير. يا على أمة في المدارس والجامعات والبيوت مش عايزين الأطفال يسألوا، إزاي ننجح يعني؟ إزاي الولاد يطلعوا مميزين؟ ده القرآن بيعلمنا كده، وصورة بنعلمها لأولادنا، جزء عما يتساءلون.